السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بعنوان هو البلد فعلا ما فيهاش راجل. دي الحلقة دي ممكن تقولوا ان انا يعني استلهمت عنوانها من التسريب اللي تم اذاعته لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان والمحامي ورئيس المحكمة السابق واصغر مؤلف قانون في مصر. طلع شتم الكابتن محمود الخطيب، وطلع شتم الكابتن محمود كهربا، وطلع شتم ال 100 مليون مصري من اعلى راس فيها لاصغر طفل فيها، وقال لك البلد ما فيهاش راجل، وحلف بالطلاق ان البلد ما فيهاش راجل. والراجل الحقيقه خلاني اطرح السؤال ده على نفسي، هو البلد فعلا ما فيهاش راجل؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده، يا ريت كالعاده ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس ونعمل لايك وشير. ما هو يعني مش نتشتم وما نعملش كمان لايك، يعني احنا اتشتمنا مع بعض، فانت تفرحني بلايك وانا افرحك بكلامي، يعني تمشي خليها تقضى. قعدت افكر كده مع نفسي، يعني هو البلد ما فيهاش راجل حقيقة؟ يعني أنا سرحت بخيالي كده في يمكن أكتر من 25 سنة بعرف فيها مرتضى منصور. بعرفه مش معرفة شخصية شربارة وبعيد، بعرفه من خلال الجرايد، من خلال القنوات، من خلال الأخبار، من خلاله هو شخصيا، من خلال الفضايح اللي بسمعها عنه من خلال. وأنا ليا منطق مع نفسي بمناسبة التسريبات، يعني أنا ما بحاسبش حد على أي تسريب. يعني مثلا واحد متسرب له مثلا فيديو بيشتم فيه اي حد، انا ما بحاسبوش عليه، يعني انا مقتنع تماما ان اي حاجة بتحصل في السر لازم تفضل في السر حتى لو وصلتك. يعني تخيل مثلا معايا ان في ناس بتجيب سيرتك، فالظروف قادتك انك انت تسمعهم وما بيجيبوا في سيرتك. وحصلت مرة معايا، يعني كان في مجموعة بتجيب في سيرتي وانا كنت ماشي كده جنبهم فسمعتهم، فبعد ما سمعتهم نبهتهم ان انا واقف وراهم، يعني فقالوا لي احنا ما قلناش حاجه واحنا اسفين، لو انت فاكر فاهم غلط احنا ما قلناش حاجه. قلت لهم يا جماعه انا ما سمعتش حاجه، بتقولوا كلام في ظهري ما يزعلنيش، المفروض ان انتوا بتقولوه وانا مش في دماغي ان انتوا بتقولوه عليا، او انتوا متاكدين ان انا مش المفروض ان انا اسمعه، شيء ما يزعلنيش. ممكن يجرحني شخصيا، لكن الكلام المسرب او الكلام اللي في الظهر او هو في النهايه بيتقال، وفي قراره نفس الشخص ان الشخص ده ما سمعوش، ان الشخص المسرب حوله ما سمعوش، او اللي انا بتكلم عليه في ظهره ما سمعوش، خلاص يبقى ما يسمعوش حتى لو هو ربنا خلاه يسمع ما يسمعوش. لكن مشكلتي مع مرتضى ان مرتضى ده راجل اصلا حياته كلها قائمه على التسريب وعلى فضح الناس، فاذا تم فضحه او التسريب اليه لا لازم نعامله زي ما بيعامل الناس بالظبط، بمعنى انه لازم يحاسب على التسريب اللي هو اتسرب له كما لو كان متعمد انه يضرب. وان كنت انا مش هنكر ان انا كنت مندهش جدا امبارح من محاولات مرتضى منصور لتبرئه نفسه من التسريب ده وانه يتهم فيه شخص مجهول يدعى ابو سنيده. طب يا باشا ما انت عمال تشتم الناس على الهوا وبتقول الفاظ وبتقول بلاوي زرقاء وبتخوض في الاعراض وبتخوض في الزمن وبتخوض في كل حاجه، ايه المشكله يعني في ان انت قلت كذا ولا قلت كذا ولا حتى شتمت الشعب المصري كله؟ مفيش اي مشكله يا باشا، هو غير ما في اي مشكله. طب تعالوا نحسبها، هو النهارده لما بيشتم الخطيب ولا لما بيشتم اي حد في النادي الاهلي، او لما شتم جمهور الزمالك، او لما شتم جمهور الاهلي في يوم من الايام، او لما شتم حتى الاموات، او لما شتم الاحياء، او لما خطف عرض المحصنات الغافلات، مش في ناس دفعت عن ده؟ مش في ناس سهلت ده؟ مش في ناس حالت ما بينه وما بين القانون، ما بينه وما بين المحاكمه، ما بينه وما بين التحقيق؟ في ناس حالت ما بينه وما بين ده؟ ايه اللي سجد؟ انا مش عارف ايه اللي مضايقك، يعني ان انت اتسرب لك تسريب، او ان انت طلعت شتمت الخطيب وقلت كلمه مش كويسه، ولا شتمت الكهرباء وقلت كلمه مش كويسه، ولا حتى شتمت 100 مليون مصري. يا عم ما انت بتعمل ده من زمان، هو لازم يتعمل في وشك؟ ما انت بتعمله في وشك وبتعمله بظهرك وبتعمله في كل حته.
فمش قضية، مش قضية، لا ممكن الناس تتخيل ان انا يعني ايه هادي مش فارقة معايا، لا يعني مش كده بالظبط. بس انا عايز اوصله ان اللي عمله مرتضى منصور في هذا التسريب لا يختلف كثيرا عن اللي بيعمله مرتضى منصور طول عمره، واللي بيعمله مرتضى منصور مع واللي قاله مرتضى منصور امبارح هو ده شعور هو مقتنع بيه، هو مقتنع بالفعل ان البلد ما فيهاش راجل. هو لما حلف بالطلاق ان البلد ما فيهاش راجل ده شيء هو مقتنع بيه، مش شيء هو بيبالغ بيه، لا هو راجل مقتنع بشكل كامل ان البلد دي ما فيهاش راجل ببساطة، لان يعني لحد النهارده ما فيش حد وقفه عند حده. واحد يقول لي لا استاذ زكريا عملها بكده، واحد تاني يقول لي زكي بدر، واحد تالت يقول لي بدر الطهطاوي. انا معاك كل الناس دي في لحظه معينه. واحد نسيتك، في واحد سمعه انا سمعه بيقول سيد نوفل. كل دي اجابات صحيحه، بس الله يرحم بقى زكي بدر، الله يرحم بدر الطهطاوي، الله يرحم سيد نوفل، والله يرحم الجميع، كل دول ناس ماتت. بالمناسبه زكي بدر ما كانش راجل كويس انا عارف، بس الله يرحمه بقى على كل حاجه. لكن في المقابل في الوقت الحالي يعني كم قضية وكم طلب من النيابة اتقدموا لمجلس الشعب عشان مرتضى منصور يمثل أمام جهات التحقيق، في حين إن أي حد مرتضى منصور بيرفع عليه قضية بيتبهدل أمام لجان التحقيق وأمام النيابة. بلاش دي. كم مواطن بيصوت لمرتضى منصور في دايرته في إتميدة في المنصورة؟ كم واحد في جمهور الزمالك بيدافع عن تصرفات مرتضى منصور اتجاه كابتن محمود الخطيب، برغم ان كابتن محمود الخطيب نفسه لم يواجه اي اساءه لاي حد في من جمهور الزمالك؟ لكن هي المشكله ان كابتن محمود الخطيب رمز الاهلاويه، فاحنا دورنا ان احنا نهد رمز ده. نهده ازاي؟ نهده ان احنا نطلع عليه حرامي، ونطلع عليه ان هو مش كويس، ونطلع عليه ان هو خائن، ونطلع عليه ان هو مش واضح، ونطلع عليه كل الكلام ده. فاحنا مع مرتضى منصور علشان نهد رمز ده، لان الرمز ده هو رمز اهلاوي بامتياز، فاحنا عايزين نهده. نفس الشيء صالح سليم، الراجل اللي كان الناس بتوقره وبتعامله باحترام، قال عليه خمورجي، لا يبقى هو خمورجي ولازم نثبت انه خمورجي ما دام مرتضى منصور قال كده. حتى مش مشكله لما يقول نفس الكلام على محمد حسن حلمي زموره، وانا احنا شفنا محمد حسن حلمي زموره. فالنتيجه ان دايما مرتضى منصور بيلاقي ناس تدافع عنه، بيلاقي ناس تحافظ عليه، بيلاقي ناس تصلح له مشاكله او تساعده في اصلاح مشاكله. للاسف الشديد محسن حافظ اللي هو دلوقتي منقلب على مرتضى منصور حاليا وبيهاجمه في فيديوهات، محسن حافظ كان الدراع اليمين لمرتضى منصور وساعده كتير، واعترف محسن حافظ على قناه الاهلي ان اللي عمله كان وقتها غلط. حتى للاسف الشديد المستشار محمد عثمان مستشار النادي الاهلي ذكر أكتر من مرة في حديثه مع أبو معاطي زكي وحتى حديثه الشخصية إنه فعلا خدم مرتضى منصور في حاجات كتير وطلعه من مشاكل كتير. كان المفروض واحد زي ده ما يطلعش من المشاكل دي، كان المفروض يتساب يواجهها لوحده، لكن هم ساعدوه. للأسف الشديد ناس كتير زي الأستاذ محمد عثمان وزي الأستاذ محسن حافظ وزي إعلام الزمالكاوي كله وزي عدد كبير برضه من جمهور الزمالك واقفين مع مرتضى منصور وبيدافعوا عنه. جمهور الاهلي ممكن يكون ما بيدافعش عن مرتضى منصور، ما بيدافعش عن مرتضى منصور نظرا للخلاف الايديولوجي ما بين جمهور الاهلي وما بين مرتضى منصور. واعتقد برضو ان لو كان مرتضى منصور رئيس النادي الاهلي بالتاكيد ما كانش جمهور الاهلي هيسيبه يكمل، فضلا عن ان الجمعيه العموميه نفسها ما كانتش هتسيبه. ولكن بدون مقدمات او بدون فزلكه، بدون مقدمات يعني في النقطه دي، مرتضى منصور وجد من يساعده في هذا البلد، ووجد من يحميه في هذا البلد، ووجد من يحول بينه وبين جهات التحقيق في هذا البلد، ووجد من يساعده على زيادة ثروته في هذا البلد، ووجد من يمهد له كل السبل لمزيد من الفرعنة في هذا البلد. مرتضى منصور وجد من يساعده على انه يقول كلمة زي اللي قالها دي، ان البلد ما فيهاش راجل بدم بارد بمنتهى السهولة، وهو مقتنع تمام الاقتناع ان هو فعلا على حق، وان البلد فعلا ما فيهاش راجل يقف قصاده. مقتنع تمام الاقتناع ان يمين الطلاق اللي هو حلفه مش هيقع على المحمل،
مش هيقع، لان هو في قرارات نفسه مقتنع انه يمين صادق مش يمين كاذب. ايوه البلد ما فيهاش راجل بالنسبه لمرتضى منصور، دي حقيقه. لكن السؤال هنا، امتى البلد هتاخد قرار مع مرتضى منصور وتاكدوا ان البلد فيها رجاله؟ امتى البلد هتاخد قرار مع مرتضى منصور وتخليه يبقى مضطر للتفرقه ما بينه وما بين ام احمد؟ ما عايزين يمين الطلاق يقع. لكن المشكله في ان البلد مش ناويه تاخد الموقف ده، او هناك شيء ما يريد ان هو ياخد الموقف ده. علشان كده لما بيجي بعض الناس يقولوا في التلفزيون لا احد فوق القانون، بنقعد نبص كده لمرتضى منصور. اول واحد يخطر على بالنا في كلمه بعد ما بنسمع الجمله دي هو مرتضى منصور. مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق الحساب، مفيش حد فوق المحاسبه، مفيش حد فوق ان هو يتحاسب على اي غلطه بيرتكبها. سبحان الله، كل ما اسمع الجمله دي اول واحد يجي في دماغي هو مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي هو بالفعل فوق القانون وفوق كل حاجه. مرتضى منصور اللي خرج من كل المشاكل اللي واجهها، رغم ان كل مشكله منها لو تعرض ليها مواطن بسيط بالتاكيد كانت ودته ورا الشمس. لا كانت ممكن توديه ورا الثقب الاسود اللي في مجرة ضرب التبانة. لكن مرتضى منصور لسه موجود تحت الشمس، واقف في بؤرة الفجر، ظاهر تحت قمر 14. مرتضى منصور بسم الله ما شاء الله تحول إلى الرمز الأوحد في نادي الزمالك. محدش بيجيب سيرة أي حد ظهر في تاريخ نادي الزمالك قديما أو حديثا. مرتضى منصور في نادي الزمالك تحول إلى إن هو يكاد يكون الزمالك، موجد الزمالك، تحول يكاد يكون هو دلوقتي يهم الزباخ، وهو محمد حسن حيمي، وهو عبد اللطيف ابو رجيله، وهو نور الداري، وهو علوي، مش فاكر كان اسمه ايه، علوي راجل كان من رؤساء نادي الزمالك كانوا محترمين، مش فاكر كان اسمه ايه، علوي. وبالنسبه للزمالكاويه هو الراجل اللي جايب الاهلي للارض، هو الراجل اللي عمال يدوخ وراء الاهلي في نادي القرن وفي عبد الله السعيد وفي احمد فتحي، هو الراجل اللي بيعرف يشتم الرموز اللي احنا كنا بنتكسف نتكلم عليها، هو الراجل اللي جرأ الناس على الرموز. هي دي قيمته بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، مش دي حقيقه؟ وللاسف الشديد برضه لا اعفي الناس اللي تنتخبوا في دايرته في المنصوره، ولا هتنتخبوا ولا هتنجحوا، ولا اعفي واحد زي الاستاذ محسن حافظ، ولا يعفي واحد حتى زي الاستاذ محمد عثمان، ولا يعفي كل واحد ساعده على ان هو يوصل، او ساعده على ان هو يظهر، او ساعده على انه يفضل في بيته بدل مكانه الطبيعي في السجن. للاسف الشديد يا جماعه، المشكله الحقيقيه اللي محدش عايز يقتنع بيها، ان المشكله مش ان مرتضى منصور، مش ان البلد ما فيهاش راجل. المشكله بالفعل ان مرتضى منصور شايف الدنيا كده. وبدون زعل، كل الناس اللي مساعده مرتضى منصور هي السبب في كده. علشان كده بمنتهى الامانه يا مرتضى، بمنتهى الصدق، لاول مره حاسس ان انا مش زعلان منك وانت بتشتم. عارف ليه؟ لان يعني الشتيمه دي ما توجهتش ليا انا، ولا توجهت لرجاله الحقيقيين اللي موجودين في البلد. المشكله دي اتوجهت لانصاف الرجال اللي سابوك تتفرعن لحد النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، واتمنى يبقى فيه مزيد من التفاعل، مش هيبقى مفيش تفاعل ومرتضى منصور. سلام عليكم.